ومقترحات الاتحاد والمبادرة في ما يختص أمور متعددة، فيما يخص الإعلام والثقافة، وأيضا فيما يخص دور مجتمع الفنانين في إحداث نقلة حقيقية تقود البلاد في اتجاه تحقيق السلام الشامل. كمان يعني نحن جينا ضمن وفد برئاسة الأستاذ الدكتور عبد القادر سالم رئيس الاتحاد، وعضوية دكتور مصعب وهباني من المبادرة القومية السودانية. وأما الوفد على الدور الكبير الذي قامت به قوات الدعم السريع في تأمين الوضع في بور السودان، لأنه نحن جينا من هناك أيضا اليوم، وشهدنا يعني تطورات كبيرة جدا جدا تنبئ بسلام شامل إن شاء الله في منطقة بور السودان. بحثت